استقبلت المستعجلات ديال محمد الخامس واحد الحادثة سير خلفت 33 جريح، اللي منهم واحد كان ديسيدي سو بلاس، الثاني اللي كان جا لي بليس اللي كانوا جاوا من جاوا واحد الحالة اللي كانت تلقاو العناية اللازمة، خضعوا للكشوفات الطبية، وكان واحد الطاقم طبي وتمريضي اللي صر على استشفاء ديالهم. الحمد لله داز الأمور بخير. باقي عندنا واحد الحالة اللي تم استشفاؤه في مستشفى محمد الخامس في مصلحة العناية المركزة، وكيخضع إلى يومنا هذا الفحوص الطبية والتتبع من طرف طاقم طبي وتمريضي. نتمنوا لهم الشفاء العاجل إن شاء الله. بمجرد توصلنا بخبر كانت على الساعة الأولى من الصباح، مع تقريبا الوحدة الصباح ولا 12:30 الليل، دونك كل شيء كان تجند الحمد لله، وتم استدعاء أطباء اختصاصيين، أطباء عامين، ممرضين اللي باش نتكفلوا بهذه 33 حالة. كما كتعرفوا كانت استنفار عام اللي كان في المستشفى اللي باش نتكفلوا بهذه الحالات في ظرف وجيز باش ما يكونوش مشاكل إن شاء الله. والأمور دازت بخير والحمد لله. الشكر الجزيل الإخوان الطاقم الطبي والتمريضي ديال المستشفى محمد الخامس اللي في ظرف وجيز تم تجنيدهم وتم التكفل بهذه 33 حالة، منهم الناس اللي خرجوا أتيتر بريفي، خلينا نورمالمون الناس اللي عندنا باقين في المستشفى، منهم هذه الحالة اللي ذكرت اللي باقا في مصلحة العناية المركزة، ونتمنوا ليه إن شاء الله الشفاء العاجل.